ضربة خطأ مع بداية الجولة الأولى لأقول الثانية عفوا مشاهدينا متابعينا في كل مكان لفائدة فريق شباب سلوان. صعبة والزويرشي يتألق وينقذ الموقف وتبقى النتيجة دائما الصفر لمثله ونحن نلعب الدقيقة 55 أقول الخامسة من بداية الجولة. هنا يقول الحكم إعادة، هل هناك خطأ أم ماذا؟ الحكم يقول إعادة تنفيذ الكرة بالنسبة للحارس الزويرشي والمباراة لم ترقى إلى المستوى المطلوب كما أشرت ذلك أعزائي المشاهدين. مستوى ضعيف إلى حد الآن ولكن المستفيد الأكبر هو الفريق الزائر إلى حد الآن.